أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين. وفي مشاهدها لهذا اليوم، مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تعريها العملية العسكرية الروسية. لماذا يحشد البنتاغون العتاد الجرثومي في الفضاء الجغرافي الروسي؟ قطيع من الأغنام يغزو أرقى شوارع باريس، ما القصة؟ الطب في إيران يسخر تقنية النانو في كسر احتكار الدواء، أي آفاق؟ المشاريع بيولوجية والتمويل من جيب البنتاغون. وعندما تحضر الأبحاث العلمية تحت جناح المؤسسة العسكرية يصبح القلق مشروعا. فما الذي يجري؟ مستندة إلى وثائق عرضتها أمام الإعلام، كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل جملة مشاريع بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تهدف إلى دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الحشرات والطيور المهاجرة والخفافيش التي تعتبر ناقلات محتملة لعوامل الأسلحة البيولوجية. الوزارة أعلنت العثور على أدلة على استمرار المشاريع البيولوجية UP2، UP10 و UP9 التي تهدف إلى دراسة مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة إلى حمى الخنازير الأفريقية، مشيرة إلى وثائق تظهر إجراء تجارب على عينات من فيروس كورونا. وبحسب إيغور كوناشينكوف الناطق باسم الوزارة، فإن من بين الوثائق ما يثبت أن جميع الأبحاث عالية الخطورة يتم إجراؤها بإشراف مباشر من جانب متخصصين أمريكيين. الخارجية الأمريكية التي اعتبرت الاتهامات الروسية مليئة بالأكاذيب لم تنفي وجود منشآت بيولوجية في أوكرانيا واضعة إياها في خانة منشآت الأبحاث. هل تمتلك أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية؟ لدى أوكرانيا منشآت بحثية بيولوجية، ونحن الآن في الواقع قلقون من أن القوات الروسية ربما تسعى إلى السيطرة عليها، ولذلك نحن نعمل مع الأوكرانيين بشأن كيفية منع وقوع هذه المواد البحثية في أيدي القوات الروسية إن هي اقتربت منها. هذه التصريحات مشاهدينا لم تخفي قلق مدير البرامج العسكرية الأمريكية روبرت بوب، الذي وبحسب نشرة علماء الذرة الأمريكية قال إن هناك نحو 14 منشأة ومختبرا منتشرة في أوكرانيا، معظمها منخرط في تشخيص أمراض الحيوانات. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اثنين. أولا، لماذا يضع البنتاغون ثقله وراء مراكز بيولوجية على أعتاب روسيا؟ وثانيا، كيف تجند الأبحاث البيولوجية في خدمة الحروب الصامتة؟ أسئلة نطرحها على ضيفة المشهد الساخن لليوم، الصحفية الاستقصائية والمراسلة الحربية ديليانا جايتاندزيفا، وهي معنا مباشرة من صوفيا في بلغاريا. أهلا بك معنا سيدة ديليانا. بعد هذا الإعلان من قبل الوزارة، وزارة الدفاع الروسية، هل يمكن القول أن هذا الكشف كان يعتبر مفاجئ بالنسبة إلى روسيا، أم أنه لا، ربما روسيا كان لديها معلومات أو معطيات عن أن الولايات المتحدة تقوم بمثل هكذا تجارب؟ لا أعتقد أن هذا أمرا مفاجئا، لم يفاجئ أي طرف. أنا شخصيا لقد كنت أحقق بمختبرات بيولوجية البنتاغون الخاصة بالبنتاغون في 25 بلد في العالم، وأريد أن أقول طبعا شكرا لأحمد الدين الذي للميادين عفوا التي كانت القناة الأولى التي قامت بنشر الوثائق الخاص فيما يتعلق بمختبرات البنتاغون بيولوجية عام 2015. عام 2015 لقد أظهرنا أن البنتاغون قد قام بتمويل عدد كبير من المختبرات البيولوجية في كافة أنحاء العالم، خاصة في بلدان مثل على حدود بلدان مثل إيران وروسيا والصين. واقع أن يكون هنالك هكذا مختبرات بيولوجية ممولة من قبل البنتاغون على مدى أعوام كبيرة لقيام بطبعا أبحاث حول مسببات الأمراض. عفوا سيدة ديليانا، اعذريني، أعتذر منك على المقاطعة، ولكن ذكرتي يعني نقطة هامة للغاية ولافتة جدا، ربما تحتاج منك إلى تفصيل مع التذكير
الأخير بأنك أنت معدة وثائق فيروسات دبلوماسية الذي ذكرتيه قبل قليل وتم عرضه على شاشة الميادين. أنت تقولين الآن أن هذه المختبرات موجودة على حدود روسيا وإيران والصين؟ إذا ما نظرتم إلى الخريطة لمواقع هذه المختبرات سوف نرى نمطا واضحا، هي موجودة في بلدان طبعا على حدود روسيا الصين وإيران. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سيدة ديليانا تنفي ذلك، تقول نحن نجري بعض الأبحاث وليست لدينا أي مختبرات بيولوجية كما تزعم روسيا أو كما تتفضلين حضرتك الآن. إذا هذا لم يكن أمرا صحيحا، لما فيكتوريا نيولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية قلقة أن تقع هذه المواد البحثية على بأيدي القوات الروسية؟ إذا كانت هذه فيروسات طبعا بسيطة لبحثية، لما الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن تقع هذه الفيروسات الموجودة في المختبرات بيد الروس؟ الولايات المتحدة ومسؤولي الأمريكيين قلقون أنه سيتبين أن هذه الفيروسات ليست فيروسات بسيطة، بل هي أبحاث بيولوجية تثبت ما قالته روسيا بالضبط، خصيصا أن الولايات المتحدة قامت بخرق المادة الأولى من اتفاقية منع الأسلحة البيولوجية. وفق هذه المعاهدة وهذا الاتفاق، الدول الأعضاء لا يسمح لهم فقط بإجراء أبحاث بيولوجية لأسباب دفاعية فقط. الولايات المتحدة تقوم بهذه الأبحاث ليس على أراضيها بل خارج أراضيها في مختبرات بيولوجية على حدود طبعا منافسيها او الصين روسيا وايران. ليس هذه الابحاث ابحاثا دفاعيه. البنتاغون قام بصرف 2.5 مليار دولار وفقا لوثائق قمت بنشرها عام 2015 منذ اربعه اعوام طبعا كانت هنالك أبحاث بيولوجية في مختبرات بيولوجية كما قلت في على دول تحد الصين روسيا وإيران. لما أنفق البنتاغون 2.5 مليار دولار في هذه المختبرات بدلا من دفع أموال أو صرف أموال دفع ضرائب على مواطنين الأمريكيين؟ مع الإشارة مشاهدينا لأن وثائق فيروسات دبلوماسية بإمكانكم متابعته على شانل الميادين في اليوتيوب وأيضا موجود على موقع الميادين الميادين.net. سيدة ديليانا، يعني الآن نحن نعرف هذه المختبرات عندما نقول أنها على حدود روسيا هي موجودة في أوكرانيا، هي أيضا موجودة في دول أخرى سنستعرضها بعد قليل، ولكن عندما تتحدثين وتقولين أنها على حدود الصين وعلى حدود إيران، أين بالضبط؟ هل هناك معلومات معطيات أين الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ وتعمل في مختبرات على تطوير هذه الأمور البيولوجية والجرثومية؟ لقد حصلت على هذه المعلومات من سجل العقود الفيدرالية الأمريكية. في الولايات المتحدة الوكالات الفيدرالية مجبرة على نشر كافة المعلومات المتعلقة بالعقود، العقود الخاصة بالإنفاق العام، بالتالي هي يفرض عليها أن تقوم بنشر المواقع والمشاريع والبلدان التي تتم فيها إنفاق، يتم فيها إنفاق طبعا أموال دافعي الضرائب. ما قمت به هو أنني ذهبت إلى هذا السجل وقمت بإجراء البحوث في هذا السجل، واستطعت من خلال أبحاثي أن أكتشف معلومات مرتبطة بهذا الإنفاق الذي قام به البنتاغون. وقد اكتشفت أن طبعا أن وكالة العقود الدفاعية المسؤولة عن هذا البرنامج قامت بإنفاق كمية كبيرة من المال في 25 بلد، وقمت أيضا بمعرفة سيدة هذه ديليانا. البلدان وكيفية إنفاق ديليانا. هذا المال. أعتذر مجددا على مقاطعتك، أنا الذي أسأله عند حدود إيران وعند حدود الصين، في أي دول أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المختبرات؟ يعني أي دولة على حدود إيران فيها مختبرات وأي دولة على حدود الصين؟ um,
على سبيل المثال البنتاغون يملك مختبرات بيولوجية في على حدود إيران. سأقوم بفتح الخريطة وسأخبرك بالضبط في أي بلدان. طيب أتمنى عليك أن تحضري هذه الخريطة سيدة ديليانا، أتمنى أن تحضري هذه الخريطة، سأعود إليك بعد قليل. ولكن مشاهدينا قبل ذلك، ماذا نعرف عن خارطة انتشار المختبرات البيولوجية الأمريكية حول العالم وما طبيعة عملها؟ بحسب عالم الفيروسات العسكري الروسي إيغور نيكولين والعضو السابق في لجنة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، تتوزع المختبرات الأمريكية بين 5 مناطق أوكرانية على الشكل التالي: 4 في كييف، 3 في لفيف، إلى جانب مخابر عديدة في أوديسا وخاركيف ودنيبرو بيتروفيسك. لكن المشهد لا يقتصر على أوكرانيا، فبحسب نيكولين تتوزع مخابر أخرى في جورجيا، أذربيجان، في كازاخستان، قرغيزستان وفي أرمينيا. أي في الفضاء الجغرافي لروسيا، ما حول أوكرانيا عمليا إلى قنبلة نووية. غير أن المراكز البيولوجية في أوكرانيا ليست سوى رأس جبل الجليد، والتوصيف هذا هو للناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الذي تحدث عن وجود 336 مختبرا بيولوجيا تتحكم بها الولايات المتحدة في نحو 30 بلدا حول العالم. ما الذي يجري في هذه المخابر؟ تنقل صحيفة موسكوفسكي كوموسموليتس عن نيكولين قوله: إن علماء الفيروسات العسكريين يختبرون أحدث ما ينتجونه على مجموعات جينية محددة على البشر والحيوانات والنباتات. ويضيف أن الاستخبارات الروسية تملك معلومات بأن عينات من فيروس الجدري نقلت سرا إلى مختبر خاركيف في حاويات خاصة. لماذا كل هذه الضبابية التي تكتنف البرامج البيولوجية؟ في الواقع مشاهدينا، فتح في العام 1972 باب التوقيع على معاهدة لحظر الأسلحة البيولوجية قبل دخولها حيز نفاذ في العام 1975، لكنها ظلت تفتقر إلى نظام للتحقق من مدى الالتزام بها. اللافت في هذا الإطار أن الولايات المتحدة تحديدا رفضت في العام 2001 اعتماد بروتوكول إضافي ينص على إقامة آليات مراقبة دولية لكيفية تطبيق بنود المعاهدة. أعود إليك سيدة ديليانا، سأسألك بعد قليل عن الولايات المتحدة لماذا رفضت الدخول في هذه المعادلة، ولكن أريد منك أن تخبرينا ولو سريعا باختصار على الخريطة التي بين يديك، أين تتواجد مختبرات الولايات المتحدة الأمريكية على حدود إيران والصين؟ هذه هي البلدان حيث تم إنشاء هذه المختبرات البيولوجية: أفغانستان، باكستان، أوزبكستان، كازاخستان، لاوس، تايلاند، كمبوديا، فيتنام والفلبين. هذه هي البلدان التي يمكنكم أن تروا عدد البلدان فعلا التي يوجد فيها هذه المنشآت البيولوجية. أما فيما يتعلق بالبلدان التي هي على حدود روسيا حيث قام البنتاغون بإنشاء مختبرات، هي أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، أوزبكستان وكازاخستان مرة أخرى كذلك. طيب سيدة ديليانا، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل بهذه المعاهدة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وهو موضوع عدم انتشار الأسلحة أو هذه المواد البيولوجية؟ وبرأيك ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المختبرات؟ وأخيرا، كان لافت أنه ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم أنه عندها أدلة بأنه كان هناك عمليات تجارب على فيروس كورونا في هذه المختبرات. الولايات المتحدة لا تريد ربما أن فعلا أن تنضم إلى عملية التحقق وإلى هذه المعاهدة، لأنها سوف تخضع طبعا لضوابط صارمة، وإذا حصل ذلك كافة هذه المشاريع سيتم رصدها ومراقبتها عن كثب وسيتم الإعلان عنها، والولايات المتحدة طبعا لا تريد هذا الأمر. أنا
أنظر إلى المعلومات التي وفرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم. لقد قمت طبعا بنشر وثيقتين يثبتان أن الولايات المتحدة أجرت تجارب بيولوجية على جنود الحلفاء في أوكرانيا وجورجيا. 4400 جندي في أوكرانيا و1000 جندي في جورجيا. نعم. ووفقا لهذه الوثائق التي قمت بنشرها ومصدرها هذا البرنامج، لقد كتب طبعا أن كافة المتطوعين سوف يخضعون للتجارب. هذا يعني أن مشروع بنتاغون في جورجيا وأوكرانيا على هؤلاء الجنود طبعا يتضمن الكثير من المخاطر المميتة. قد تكون النتيجة مميتة على هؤلاء المتطوعين في هذا البرنامج وفي هذه التجارب. ووفقا لهذا المشروع، الدم الذي سيتم سحبه من هؤلاء الجنود سيتم فحصه طبعا للمضادات الحيوية لأربعة عشر عوامل حيوية، من بينها طبعا العوامل الحيوية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية التي تم تدميرها في اليوم ذاته في 24 فبراير شباط، عندما أعلن الرئيس بوتين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لأن الولايات المتحدة كما ذكرت السيدة نيولد لا تريد هذه العوامل البيولوجية أن تقع في يد الروس. واضح. لأن هذا من شأنه أن يثبت أن الولايات المتحدة قد انتهكت المعاهدة فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة البيولوجية، لأن الولايات المتحدة لا تقوم بدراسة هذه العوامل لأسباب دفاعية، فهي لا تقوم بهذه الأبحاث على أراضيها. شكراً، أشكرك جزيل الشكر سيدة ديليانا. للأسف وقت المشهد الساخن لليوم انتهى يعني وتجاوزنا الوقت أيضاً. أشكرك جزيل الشكر سيدة ديليانا جايتا زيفا، الصحفية الاستقصائية والمراسلة الحربية، حدثينا مباشرة من العاصمة البلغارية صوفيا. شكراً جزيلاً لك. مشهد اليوم مشاهدينا من شارع الشانزليزيه الشهير في باريس. هذه الصورة الغريبة نوعا ما، حيث احتل قطيع يتألف من 2022 رأسا من الأغنام الشارع احتفالا بنهاية معرض الزراعة الدولي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس. وقام 50 فنانا من منطقة بيرن الجنوبية بتوجيه الماشية كما نرى في موكب طوله كيلومترا واحدا جنبا إلى جنب مع الأبقار والحمير، بينما تم أداء الرقصات التقليدية بحضور عمدة باريس ورئيس الوزراء الفرنسي جون كاستي. ورأينا إذا مشاهدينا هذا المشهد الطريف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس. كان هذا المشهد اليوم. أما الآن ففاصل ونعود بكم معنا. في إيران تتعدد وتتنوع مجالات الإنتاج العلمي التي تطورت بفضل تقنية النانو، ما يعرف بالنانو تكنولوجي، ولا سيما في مجال الطب. نضيء على هذا الملف مشاهدينا مع معاون مدير لجنة النانو تكنولوجي في إيران الدكتور مهدي رضايت. لكن أولا وقبل أن نبدأ معه هذا الحديث نتابع هذا التقرير ثم نعود. منذ انتصار الثورة الإسلامية تقدم كبير حققته إيران في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وبالرغم من العقوبات والحصار بات الإنتاج العلمي الإيراني هو الأسرع في العالم. احتلت إيران المرتبة الأولى في العلوم المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم، والمرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند في مجال تكنولوجيا النانو. إيران من أولى الدول التي أدركت باكراً أهمية النانو، وهي ليست مجرد تكنولوجيا جديدة بل هي تقنية موسعة ودقيقة، وتمنح مواد بحجم النانو خواص مختلفة ومتفاوتة. وقد بدأنا أولاً بتصنيع المواد ومن ثم الأجهزة المعنية بقياس خواص مواد بحجم النانو.
وجود أكثر من 5500 شركة معرفية إيرانية تنشط في مجال تقنيات النانو. يقدر إنتاج وبيع تقنيات النانو بنحو 3000 مليار تومان إيراني، أي نحو 120 مليون دولار تقريباً. تصدر إيران تقنيات النانو إلى أكثر من 49 دولة، ويتوقع أن تبلغ الصادرات الإيرانية عتبة المليار دولار في السنوات الأربع المقبلة. تستخدم تقنية النانو في كثير من الأدوية كما في الطب التقليدي، وقد أنتجت إيران بالنانو دواء خاصا لعلاج أنواع من مرض السرطان. هذا الدواء كانت أمريكا تنتجه وحدها، وكان غالي الثمن، وكانت له آثار سلبية على جسم المريض، ولكن بعد استخدام النانو عالجنا هذه المشكلة. الأهم أن إيران لم تعد تستورد هذا الدواء، وتعد قيمة الدواء الإيراني رخيصة جدا، ونصدره إلى كثير من دول الجوار، ونعمل على تصديره إلى أوروبا. إذن هذا حال تقنية النانو في إيران. مشاهدينا نشكر الزميلة بسان طراف على هذا التقرير الجميل. دكتور مهدي، أهلا بك معنا من جديد. لماذا إيران تعتمد على النانو بهذا الشكل الكبير، وفي أي مجالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصولا در مورد بالنسبة لموضوع تقنية النانو في العالم، وبات رائجا الآن أنه ليس هناك أي مجال في من مجالات الحياة البشرية ولا يمكن لتقنية النانو أن تكون مؤثرة فيه. لذلك ليست إيران فقط الوحيدة التي تقوم أو تولي أهمية لتقنية النانو، بل حتى كافة دول العالم تفعل ذلك، لأنه هناك كثير من دول العالم المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول المتقدمة تقوم باستثمارات ضخمة في هذا المجال. لذلك إيران بالنظر إلى المعرفة التي لديها بهذه التقنية وتأثيرها على جوانب مختلفة من حياة العالم، قامت بالدخول إلى هذا المجال أو هذه الساحة، وباتت في سلم الأولويات. وحتى نتحدث هنا عن الأولوية في مجال الصحة والسلامة والطاقة وشتى المجالات الأخرى التي تريد إيران أن تستخدم فيها تقنيات النانو من أجل التطور ومن أجل حل المشاكل التي كانت تعانيها في السابق. دكتور مهدي، كيف تمكنت إيران من تطوير إيران تقنية النانو بالرغم من العقوبات والحصار الذي فرض عليها منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79؟ في الواقع إن تقنية النانو أصبحت معروفة في دولتنا، وبعد أن أصبحت معروفة جرى تأسيس منظمة تعنى بالنانو تحت رعاية رئاسة الجمهورية، و لديها برنامج عشري، وقد انتهت الخطة العشرية الأولى، ونحن الآن في الخطة العشرية الثانية من أجل التطور في هذا المجال. وأيضا هذه المنظمة قد حددت أولويات معينة تتبع من خلالها سياسات معينة، وتريد أن تحقق أهداف محددة، وهذه الأهداف قد جرى تحقيقها نوعا ما. ونحن هنا نتحدث عن المعرفة والقرار الذي يجب اتخاذه في الوقت المناسب، ومن خلال هذه الآلية استطاعت إيران أن تحقق تقدما ملموسا في تقنية النانو. التقدم وصل إلى السقف الأعلى فيما يخص النانو دكتور مهدي، أم أنه لا، تقنية النانو من الممكن أن تتطور أكثر وتدخل في مجالات أكثر؟ في الواقع في الخطة العشرية الأولى كنا نتحدث فقط عن إيجاد البنية التحتية والمواد الأساسية، فنحن مثلا كنا نتحدث عن توسيع رقعة العديد العامل في هذا القطاع،
فالآن في هذا الوقت لدينا 40,000 عامل في هذا القطاع، لذلك ليس لدينا مشاكل في صعيد العديد العامل في هذا المجال. وحتى على الصعيد العلمي، إذا ما أردنا أن نحسب عدد المقالات العلمية، فإيران تعتبر من بين الدول الأولى. ولكن في الخطة العشرية الثانية، أهم هدف في أهم الأهداف هي إنتاج المواد المرتبطة بالنانو، وإنتاج مواد يمكنها أن تؤثر في حياة العالم وفي حياة الشعوب، الشعب الإيراني على وجه الخصوص. والآن في إيران هناك 300 شركة نشيطة وتفعل في هذا القطاع، وفي مجال الصحة مثلا لدينا أكثر من 100 منتج، لأنه حسب رؤيتنا نحن نريد بداية أن نؤمن حاجاتنا الداخلية، وبعدها ننطلق إلى الأسواق الدولية. وطبعا تقنية النانو يجري فيها المقايضة والشراء، وهناك دول مهمة مثل الصين وكوريا الجنوبية وحتى دول الجوار مثل أفغانستان، العراق، الهند وباكستان وماليزيا. كل هذه الدول لدينا علاقات مباشرة معها في مجال النانو تكنولوجي، لذلك عندما نتحدث عن دورة النانو التجارية خلال السنوات الثمانية الأخيرة قد تضاعف ما هذا التداول الاقتصادي. اتضحت صورة دكتور مهدي، أشكرك جزيل الشكر. للأسف انتهى وقت المشهدية لهذا اليوم. دكتور مهدي رضايت، معاون مدير لجنة النانو تكنولوجي في إيران، نشكرك جزيل الشكر، حدثتنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا، بهذا تكون المشهدية قد اكتملت لهذه الليلة. دائما زوروا صفحات المشهدية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام لمتابعة آخر التطورات، لمتابعة آخر الأخبار. زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net بلغاته الثلاث، العربية، الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.